ياتي غربي، نخدم شوفير فلاحه مع تقولوا الخمسه غير الخميس، خمسه تاع وربع حاجك تاع الصباح، الناس ما كان ايدك فوق ايدك فوق واحد ثلاثه هبطت في الحاله هذه. وفي الحالة هذه في الفجعة نتاع الباب مرتين، معناها الباب شوف كيفاش كسروها مردوه كانت كيف، فهمتني؟ الناس ما كان ايدك الفوق واحد ثلاثة، الناس ما في المرأة تقول لهم انا الصغار هذول وهذا ما تفاجعوش، لا نسأل فيه شنو واش بيه باش تحب، يقول لك اقعد ثلاثة، اقعد مشرف مشبر عليه سلاح. الحاكم هذا شرطة؟ شرطة لابسين البلاك ما شفت منظر شيء، معناها لابسين كلها. هكاو يا ودي شنو واش بيك يا ودي شتحب؟ قلت له نعاونك، كان عندك ثم حاجه نعاونك، قلت له ثم حاجه نعاونك، قلت له تو نسمي لك. هو ساكت عليه بركه، انه شاديني من هنا باش ابرك لو تبركوني لو تجوا للوليد هذاك تحكي لهم كيفاش بركوه. دخلوا فارقت وبعد قال لي اش عندك؟ قلت له ودي عندي كان وجه ربي ما عندي حتى شيء، شو عندي؟ وراني قلت له اسمي هادي غربي، لهم شوفير وفلاح، فهمتني؟ اسمي هادي غربي شوفير فلاح. بعد ذات شوي قال لي سسمه، قلت له اسمي هادي غربي شوفير فلاح كماك، فهمتني؟ ومن ولادي تعايتوا هذا وهذا وكذا، هذا فهمتني واقف كيف هكا، قالوا ها هو يسر كيفاش باركوه. قال كيفاش قال كيفاش هبط كيفاش هبط بالضبط؟ شكون هو اللي قال لك اهبط؟ فهم الياس. شنو لابس هذا في الصالة؟ اللي قال لك اهبط شنو لابس؟ عنده سلاح؟ اي كيفاش شد لك سلاح؟ كيفاش عمل لك سلاح؟ بيديه كيفاش عمل لك سلاح على راسك؟ ما يمشي معنا بعد ما نقصها ما تلبس نلبس سورية نلبسها مثل كسروال ملوط. بعد اخر مرة كنت لابس لبس 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 قلت له خليني لبس لبس نمشي معاك، خليني واقف غادي كفهم الباب ومشى. ما جابلكش الورقة اللي قلت لك؟ ما جاب لي شيء، ما تكلمني شيء، ساكتين عليه، يقول لي كان ايش عندك؟ هكا والباب قلت لك خلع والعب له ومشى. هذا هو خويا علاش عملوا لنا من نهار هذا التو. التو شو معناها علاش عملوا لك التو؟ التو مش فاهم مش فاهم علاش ومن من من نهار هذا من نهار الخميس اليوم احد لا ماكل لا ناكل هاك شوحة وجهي تبدل ونا مريض بالدم. مرتي مريض مرض مزمن عندها الواحد عندها البدل بالاغراض. وصار فينا من نهار هذا التو مرعوب لدم. مش دار الكبلة ولا ظهر هو. نحب نفهم عليه وعلاش جاي انا انسان لا خير ما عنديش حتى ما نتهمش حتى شيء نخدم على روحي خبزيس حاشي لا حتى صلاتي مره نصلي في الجامع مره هنا وديجا القوه هنا السجاده كنت نصلي هنا المراه القوه تصلي هنا اكثرش من هكا شنو اعطيني سبب الهده هذه هد بس في الرعب بس تو شي جمع ليش اسمي حبيب بالعبي وقلبي واز اللي هدوا علي الايام نهار الخميس 10 جويلة هدوا علي صباح 6 فايق من النوم فجعوني وانا عندي مرض السكر شكون اللي صح فجعوك؟ الامن الامن تاع تاع بن علي الاول مش تاع بن جد ولا غيره الكل هدف كاذب بن جد ولا رئيس الدوله الكل القنوشي الباجي قايد سبس الكل فجعوني وهدوا عليا وجاني بلغة باللغة نتاع تاع كلاب سوق خاطر هما ماهمش متربين وغطي لي وجهي يقول لي وجعني قال لي قنبلة فجاتنا باللغة هذي قلت له قنبلة دجني قال لي قنبلة عم بالي يجروا على عابد شات قنبلة قلت له وين فجات ومشيت مع الأمن مش من الأول بعد يقول لي قنبلة عندك أنت هنا عندي قنابل وعندي أموال طايلة لا انا عندي لا خدمه لا قدمه راه صورت منها شيء ثوره خلي الارهاب هم اللي خلقوهم جيت هم اكبر ارهابيين هم فهمتني ولا جي وقف لي لك كيلو 200 كيلو يقول لي هذا ركايبك يرجع فيا بسلاح بسلاح وشد علي سلاح قلت له نجم نحادي بحاجه ولا نجم نضرب سلاح انا كانه راجل هو يعني مش كيف اما هم ما ولكش ورقه معناها جاي باذن من كل الجمهوريه لا لا هذا طلع لي الباب اول حاجه ما عرف انه جاب نادي بالباب الاخر ونقول له بسبب السعدات هل ترى انا ارهابي